سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ أوليفيا فارنزورث، الفتاة ذات 7 أعوام، صدمتها سيارة وألقت بها لمسافة بعيدة، ثم نهضت ومشت على قدميها دون أن تذرف دمعة واحدة. لماذا؟ لأن لديها حالة طبية تعرف بانبحاء الكروموزوم رقم 6، وهو ما يجعلها لا تشعر بالألم أو بالخطر كما تقول أمها. صدمتها السيارة وتركت آثارها على جسدها، ووقفت الأم وأبنائها يصرخون في رعب، بينما أوليفيا نفسها لم تتأثر ونهضت لتسير كأن شيئا لم يكن، لكنها لم تتلقى إصابات جسيمة. يظن الأطباء أن السبب هو أنها لم تتوتر، وفقا لتقرير نشرته دايلي ميل البريطانية. تقول والدتها إن الطفلة لم تبكي قط ولم تنم نهارا منذ كان عمرها 9 أشهر، وأن شعرها لم ينمو بشكل طبيعي إلا بعد 4 أعوام. أوليفيا أيضا لا تشعر بالجوع، لهذا تأكل ما يحلو لها ولا تستطيع أمها تهديدها بشيء. هي الآن تتلقى العلاج لتتمكن من النوم وتعيش حياة هادئة وطبيعية، لكن حالة أوليفيا تأتي أيضا ببعض المساوئ، ففي بعض الأحيان تنتابها حالة من الغضب الشديد والعدائية والسباب، والتي تكون غاية في الإحراج عندما تحدث علنا. فقد تعرضت الأم لضربات الرأس واللكمات والركلات والسباب أحيانا من قبل أوليفيا. وكما تشير والدتها، فإن الناس يستغربون من أوليفيا في بعض المواقف والنوبات التي تصيبها ولا يدركون ماذا يحدث، لهذا ترغب في توعيتهم بشأن مشاكل انبحاء الكروموزوم رقم 6. تلقت الأسرة دعما من مجموعة يونيك الداعمة للمصابين بالاضطرابات الكروموزومية، وتقول مديرتها التنفيذية الدكتورة بيفيرلي سيرل إن أوليفيا هي حالة فريدة من نوعها، لم تسمع الجمعية عن مثلها قط، وأنه ربما لا يوجد من يماثلها في العالم. تقول الدكتورة إن اضطرابات الكروموزومات غير قابلة للعلاج، لكن ما يمكننا فعله هو تخفيف الأعراض. إننا نحاول أن نجد الحالات المتشابهة ونوفر المعلومات للعائلات، فهذا يساعد كثيرا. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.